هذه مجرد. نخش في حلقتنا النهاردة بسرعة ونشوف أهم العناوين إيه. الأهلي يختتم تعديلاته لمواجهة الترجي التونسي. الفريق يرفع شعار حلم المونديال يبدأ من برج العرب. إقبال جماهيري مكثف على تذاكر النهائي. فيفا عن النهائي الأفريقي خطوة واحدة لتحقيق المجد. أبو ريدة يحضر النهائي الأفريقي بعد عودته من اجتماعات الكاف. رئيس الاتحاد التونسي: مواجهة الأهلي والترجي صعبة بسبب قوة الفريقين. مدرب الترجي واثق من الفوز ويخشى من الإيقافات.